بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في عندنا حاجة مهمة في السيستم محتاجين نعملها تسقية كده حلوة قوي. التسقية دي بتقول ايه؟ بتقول والله احنا عندنا اليوزر مانجمنت، ده الخاص بالسيكيورتي، بقدر كريت يوزر، اعمل كل حاجة خاصة باليوزر. وده الفريند فايندر، مؤخرا كريتنا فيه، لو حد فاكر كريتنا فيه تيبل اسمه ايه؟ اسمه يوزر، في الاي دي بتاع الانتيتي عادي، اليوزر اي دي، السكوب بتاعه، والليسته من البوست فريند، مفيش اي مشكله بدون. طيب عاوز تعمل ايه؟ بص معايا، مش انت هنا في يوزر مانجمنت تقدر تكريت اكونت؟ انا عاوزك اول ما تكريت اكونت وكريت اكونت دان، طبعا الاكونت ده هيكون ايه؟ هيكون ليه مجموعه داتا، انا عاوز الاي دي بتاعه والسكوب بتاعه، تاخدهم تعمل لهم انسيرت في التيبل اللي هو اسمه في ايه؟ فريند فايل. يعني الموضوع بكل بساطه، انت عندك اي بي اي، لو جيت عشان اشرح لك الموضوع، مش انت عندك هنا اي بي اي في الكنترولر اسمها يوزر كنترولر فيها كرييت، صح؟ وعندك برضو اورجانيزيشن كنترولر. ايوه، انا عاوزك بعد ما دي تتنفذ وتخلصها، سواء في اليوزر او سواء في الاورجانيزيشن كنترولر، طبعا دي بترجع ايه؟ الاورج، الاورجانيزيشن كنترولر بترجع اورج دي تي او، هتلاقي في الاورج اي دي اللي هو الاي دي، وهتلاقي عندك في حاجه اسمها ايه؟ السكوب. عاوزك تاخد دول وتروح تعمل لهم انسيرت فان في التيبل اللي هو بتاع الفريند فايندر، كذلك الايه؟ اليوزر، اليوزر كنترولر بترجع يوزر تي او، يوزر اي دي، و سكوب، خدهم برضه روح حطهم فين هنا. حلو قوي. واحد بيفكر معايا يقول لي ايه؟ خلاص احنا بعد ما نكريت هنا في يوزر مانجمنت نعمل اي بي اي هنا، دي تعمل لها كود. هقول لك ده حل، بس بالنسبه لي مش حل مفضل. الحل المفضل او الحل يعني الكويس، الا هو البروسيجر. عاوزين نكريت بروسير فان على الفريند فايل. البروسيجر دي بتاخد اي دي وسكوب، كل اللي بتعمله بتعمل ايه؟ كل اللي بتعمله انها هتاخد مني اي دي وسكوب، تاخدهم تعمل لهم انسيرت عندها في التيبل اللي هو اسمه يوز. وعاوز اقول لك ان انا في السيكوال سيرفر، يعني البروسيجر، وانك تكتب بروسيجر، انا كنت شغال اوراكل واشتغلت بي ال اس كيو ال، بس كسيكوال سيرفر ما اشتغلتش، وما اعرفش ازاي اقدر اكاري البروسيجر يعني زي زيك، عشان حد يشوف ايه. لا والله زي زيك، وربنا يعلم، وبحلفك بالله والله زي زيك، اول مره هكتب معاك الكلام ده. بس الموضوع مش صعب، مهم جدا تروح تتعلمه، بس احنا دلوقتي في التاسكاي عاوزين نخلصها ونعملها. فهروح على شات جي بي تي، هقول له بص، بص حلاوه شات جي بي تي، هقول له سيكوال سيرفر كرييت بروسيجر تو انسيرت اي دي اند نيم. انا عاوز بس ايه؟ اكزامبل بس قدامي. قال لك والله عشان تكريت بروسيجر اهو، الله، ده بس. اه يا عم ده بس، شايف الحلاوه؟ وعشان تعمل له اكسكيوت بالشكل ده، يا سلام كمان، يا سلام سلم. تعالى بقى كده واحده واحده. بص، هروح على الفريند فايل، حلو، هعمل نيو كويري. اول حاجه كرييت بروسيجر، ودي اسم البروسيجر، يعني مش محتاجه، يعني هقول له هنا ايه؟ هقول له هنا عاوز ادي اسم للبروسيجر يكون كده معبر، هقول له اد اندرسكور يوزر فروم يوزر مانجمنت. تمام، ضيف اليوزر، ممكن نعمل اندرسكور اورج او اورجانيزيشن، يعني اد يوزر اور اورجانيزيشن فروم يوزر مانجمنت.
حلو حلو، ده اسم البروسيجر بتاعي زي الفل. شايف ات اي دي انت، يعني ده انبوت عندي، ده ات اي دي ده ام، ات نيم ده ام، فار الشهر 50. حلو از بيجين، تعالى بقى نشوف هننسرت فين. اسم التوب بتاعنا ايه؟ يوزر، يوزر ايه؟ تعالى كده نشوف يوزر، اه يوزر سيستم، خلينا نعمل له سيلكت. اه يوزر ايه؟ يوزر سيستم، هينسرت فين؟ هينسرت في عندك اليوزر اي دي، اليوزر هينسرت فيه، خلينا نسيرت في الكل يعني مفيش مشكلة، خلينا نسيرت في الكل اهو، هينسرت في الكل، هينسرت ايه اهو، سيبك من الاكتف دي. تمام، سيبك من الاي دي، الاي دي المفروض اوتو انكريمنت فيكريت لوحده، يعني عندنا اكتف، عندنا كريت التايم، موديفاي التايم، سكوب، يوزر اي دي، فاليوز واحده واحده. اول حاجه الاكتف هيبقى ترو اللي هي 1، او نخليها ترو اهي، خليها 1 اهي. بعد كده كريت الديت سيس ديت تايم، الموديفاي ديت برضو سيس ديت تايم، السكوب، السكوب اللي هو المفروض مكان النيم، النيم ده يا جماعه مكان السكوب، يعني ده انا هخليه سكوب، طبعا الافضل تخليه كله ايه، كابيتال او سكوب. هحط كسكوب. حلو، اليوزر اي دي اللي هو الاي دي بتاع اللي جاي، ممكن اسميه يوزر اي دي برضه، يوزر اندر سكوب اي دي. اذا عملت ايه؟ كريت بروسيجر اسمه ايه، الانبوت بتاعتي از بيجين، هتبدا تعمل ايه؟ هينسرت في اليوزر سيستم اللي عندك، اللي موجود فين؟ اليوزر سيستم اللي موجود في فريند فايل، في اليوزر سيستم كذا 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 كذا. تعال كده نرن، في عندنا مشكله، مش هقدر احط سيس ديت تايم في كريت ايه؟ طب هقول له سيس ديت، طيب سيس ديت اب ديت ديت، انا برضو مشكلتي ان انا في سيكوال سيرفر مش حافظ معظم الحاجات، مش شاطر بيها قوي، بس انا اصلا بادئ بقى الكورس عشان اخد فيها خبره اكتر. طيب خلينا نروح على اوريك، على الشات جي بي تي، واقول له SQL Server how insert creation دي SQL، تعال نشوف هيحط ايه اهو. get date، في فانكشن اسمها get date، طيب اهي جديد وجديد، وتعالى نعمل ران كده مره ثانيه. طيب سكوب، اه عشان تحط يا جماعه، عشان تحط اسم اتريبيوت، شوف جديد وجديد جابها عادي، عشان تحط السكوب اللي هو ده حط قبلها ات، لان ده الانبوت، حط قبليه ايه؟ ات برضو، ات يوزر اي دي. اه ونبدا نكرر، قال لك كرييت سكسسفولي 10 على 10، كرييت سكسسفولي كده احنا كريتنا البروسيجر. تعالى بس الاول، تعالى كده الاول، ده مين؟ ده اليوزر سيستم اهو، ما فيهوش اي حاجه. طيب كريتنا البروسيجر، عاوزين نداد البروسيجر، تعالى كده نشوف، كان هو مديني اكسكيوت، بص حلو قوي هنا اهو، قال لي اكسكيوت اسمه ايه؟ ادي اسمه الاي دي، وليكن هي مش اي دي، اسمه يوزر اي دي، غيرنا اسمه خلينا يوزر اي دي، والسكوب هنخليه مين؟ يوزر. وتعال نرن كده، قال لك شايف
تعالى كده نروح هناك نعمل اكسكيوتد. شايف؟ الله 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 على جماله. الله شايف؟ عن طريق بروسيجر. والله والله اول مره في حياتي اكلت بروسيجر لسيكوال سيرفر، بحلف بالله. بس هي كل الفكره، الموضوع مش بقول لك ان انا ايه جامد، لا انا عاوز ابين لك ان الموضوع مش صعب، ما تصعبش الدنيا على نفسك. خش سيرش، افهم، اعرف. خلاص انا كده عرفت ان عشان كانت بروسيجر، كانت بروسيجر والاسم. اي انبوت هنا طبعا لسه في، ممكن يكون في اوتبوت، هنشوف الحاجات دي فيما بعد ان شاء الله، تسقط كده ان شاء الله جايه. قال وبيجن واعمل الحاجه اللي انا عاوزها. طيب هاخد ده، ركز بقى معايا، هاخد ده احطه فين؟ ايوه هروح عندي في فريند فايندر، هروح في الدي بي، هكريت فولدر جديد اسمه ايه؟ قبل بس ايه، خلينا ناخد ده هسميه بروسيجر. نيو دايركتوري، بروسيجر اهي، دي يو ار اي، دي يو ار اي. حلو، ده الفولدر بتاعي. هاخد اي واحدة من ديت احطها جوه. خلينا ناخد الاثنين دول. بص خلاص ماشي على ستاندرد، انا خلاص مجرد ما مشيت على ستاندرد، مش هنا بروسيجر طبعا. خلي بس ايه، خلي البيس مود جواها سيكوال، السيكوال دي هيكون جواها فايلات. الفايلات اللي جواها، ركز معايا، ركز معايا كده، انا اللي بغلط، مالناش دعوه بده. تعالى عشان بس ما يكونش عندك ده ايه، ده ريفاكتور او جيت رول باك اهو، ده مفيش حاجه احنا هنغير فيه، احنا شغاله فين، شغلنا على البروسيجر. ادي السيكوال بتاع البروسيجر، خلينا بس اعمل ريفاكتور رينيم. النهارده كام؟ 24 28 6 28 6. هقول له ايه؟ كرييت، هسميها بنفس الاسم اللي هناك اهو. بقول له ايه؟ ريفاكتور. تمام؟ مش عارف، خلي بس ايه هنا اهو، عشان ممكن يكون الغلط من هنا، خلي بس نشيل ده او نسيبه، خلي نسيبه يعمل ريفاكتور هو او ريفاكتور. بص هو هنا اسمه ايه؟ كرييت بوست انتيتي اللي خدناها كوبي بيست، هو هنا هيغير لوحده مجرد ما اعمل ريفاكتور. ريفاكتور رينيم اهو، وديت كام؟ 22/6. ريفاكتور، اقول له دي ريفاكتور اهو. بص غيرها هنا اهو، دي مش عاوزها طبعا. ركزوا معايا، انا عشان وقت حاجات كوبي بيست مش عاوز حد يتوه مني. انا كل اللي عملته ان انا خدت الحاجات اللي جوه هنا كوبي بيست، عشان ما عاوزش اكريت انت كريت فولدرات وكده. عندي فولدر اسمه سيكوال، حطيت جواه ايه؟ حطيت جواه، ركز، انا هنا في الاخر دوت سيكوال، عشان الدوت بالله غلط. طيب دوت سيكوال ايه؟ ده جواها مين؟ ده هيكون جواها البروسيجر بتاعي اهو، البروسيجر ايه بتاعي. خلاص في الانتيتي ادي الشينج سيت اهو، الاسم او الاي دي اهو، وده المكان. خلاص انا مش كل شويه هقعد اشرح لك ده، احنا عملناها مره على الانتيتي، وعملناها مره على الكويري، وعملناها على اليوزر مانجمنت وفريند فايندر. فخلاص اي حاجه جديده عندك، بروسيجر مثلا او بروسيجر جواها سيكوال، جواها الفايل بتاعه، جواها طبعا ده هنخليها ايه؟ ريفاكتور رينيم، ده هخليها بروسيجر. تمام؟ تمام؟ هروح فين؟ هروح في الماستر، اروح ريفاكتور رينيم اهو، هسمي دي بروسيجر ككومنت كده، وهنا هتكون ايه؟ بروسيجر دوت اكس ام ال، اللي هي فان اللي هي موجوده في البروسيجر. شايف؟ اهو تشينج لوج، بروسيجر دوت اكس ام ال،
ده شايل اللي موجود في السجن، خلاص الموضوع بقى خلاص. نفتح ده خلاص اتكريت و10 على 10، ما فيش اي ايه، ما فيش اي مشكله فيه. طبعا ما تنساش انك انت هنا عاملين له اكسكيوت، يعني احنا لو رحنا في فين ديفاين ده عند مين؟ عند عملنا ريفريش اهو، اعمل ريفريش، هتروح عند حاجه اسمها بروجراميلتي ستورد بروسيجر، هتلاقي اتكريت، امسحه لانك انت مكريته بايديك عشان هو هناك ايه يمسحه. طيب يا عم انا مش عاوز كده، مش عاوز امسحه، خلاص نأمن نفسنا. نأمن نفسنا ازاي؟ نقول له دروب بروسيجر واسم بروسيجر، شايف؟ ده برضه عشان اتاكد، لان انا مش متاكد هل دي فعلا الجمله دروب، هاو تو دروب بروسيجر ان سيكوال سيرفر. انا دلوقتي بحاول اسيرش معاك عشان بعد كده ممكن اكون مجهز الحاجات على طول، اهي دروب بروسيجر كذا. هي اصل الموضوع مش هي نفسها اللي موجوده في الاوريكل او معظم الداتابيز، يعني ما فيش اي مشكله. انا هنا مش محتاج بقى امسح، ليه؟ خلاص يا عم، هو هيخش لو نفذ ده 20 مره، الاول هيمسح البروسيجر، مسحه يكيد ده بكل ايه؟ بكل سهوله. جيت عملت تغيير هنا بعد كده، عملت تغيير هنا بعد كده، ما فيش اي مشكله، هينفذ ده، هيمسحه الاول ويكريت مرور جديد. اذا كده انا حميت نفسي، عشان كده بقول لك حط في الاول حاجه بتمسح الحاجه اللي انت هتعملها. حلو جدا، تعالى كده نعمل ريران في الفريند فايل. في مشكلة، في مشكلة. ايه المشكلة؟ تعال كده نشوف. قال لك انت هنا عندك ايه؟ انت هنا عامل السيمي كولون، السيمي كولون هي نهاية كل سطر، صح؟ نهاية كل ايه؟ سطر. هو هنا بيقول لك ان عاوزك بس تقول له، بيقول لك ان الباك سلاش هي ضيفها عشان دي الابسوليوت او باي ديفولت. هو بيعرف ان ده نهايه السطر، يعني انا ممكن اعمل كده، معنى كده ان السطر ده ايه؟ السطر ده خلص. احنا عاوزين السيمي كولون، عاوزين الايه؟ السيمي كولون، عاوزين نقول له ان السيمي كولون هي نهايه كل سطر. هنيجي عند البروسيجر اللي هو شايل السيكوال، هنيجي نستفاد بكم حاجه كده، الا وهي في السيكوال هنا هقول له بص اند ديليميتر سيمي كولون، حلو، وسبليت ستيتمنت. في سبليت، يعني في اكتر من ستيتمنت ترو. تعالى كده نرن مره ثانيه نشوف. لا مازال في برضو ايه، مازال في اي في مشكله. طيب ركز معايا، بس هنا المشكله مش بسبب الايه، مش بسبب السبليت. تعالى كده نشوف المشكله بسبب ايه. المشكله بيقول لك، ركز كده معايا، بيقول لك هنا مش لاقيه، مش لاقيه يا عم، ما هو موجود عندك اهو. ركز معايا، هنا الفايل اللي هو البروسيجر موجود فين؟ في تشينج لوج انتيتي سيكوال. هل انتيتي؟ لا مش انتيتي، ده بروسيجر، شايف بروسيجر ريفاكتور رينيم، هاتها بس كوبي حطها هنا، خلي بالك من الباس، تشينج لوج بروسيجر سيكوال، هو ما كانش لاقيه. طيب خلي بالك كمان، يعني انا لما عملت دول انا كنت شاكك انها ايه، انها هي المشكله، بس اعتقد هي باي ديفولت هو بيعتبر ان السيمي كولون هو الايه، ان السيمي كولون هو المشكله. طيب خلينا بس كده، فيها في عندنا مشكله بحاجه تانية مش هنا كمان. تعالى كده نشوف بتاعت الانتيتي. بص هنا ما غير في الانتيتي ديت، ما غير في الانتيتي هنا، يعني هنا المفروض ما فيش تغيير، يعني هنا المفروض حامل جيت رول باك، وهقول لك ده حصل بسبب ايه. لان ده بتاع البوست مالناش دعوه بيه، انا مش عارف هو هنا غير ليه، هقول له غير ليه. لما احنا بنعمل كليك يمين وريفاكتور رينيم وبنعمل دو ريفاكتور، بيغير على كل حاجه لها شبيهه. مش احنا كنا واخدين ديت، مش احنا خدنا دي كوبي، خدناها كوبي بيست،
لما خدناها كوبي بيست وجينا نغير على اسم الفايل اللي اسمه بوست، ريفلكت على الايه؟ على الفايل القديم. فخلي بالك بحاجه زي كده. يعني بص عشان برضو تكون فاهمني، لو انا خدت الفايل ده اهو، بص خدته اهو ورحت حطيته في اي حاجه في الكيوري مثلا، تمام؟ بقى عندي فايلين ايه؟ بقى عندي فايلين، فايل هنا اهو في الكويري ونفس الفايل فان هنا. لو انت عجيت تعمل ريفاكتور هنا على اسم الفايل ده اللي هو البوست، خليته مثلا بوست 1 وعملت ريفاكتور، هيقول لك دو ريفاكتور. شايف؟ دو ريفاكتور ده هيعمل ريفاكتور على الفايل الاصلي اللي هو مين؟ اللي هو موجود في الانتيتي، وده غلط فكنسل. فده اللي حصل معانا يعني. عموما خليني اعمل اوبن اكسبلور ده وامسح اللي انا ضفته ده. انا بس اوريك المشكله فين اهو، مسحته مش معايا اهو. طيب هنا مفيش اي تغيير ولا في اي حاجه في الانتيتيز، مفيش، هي كل التغيير فين هنا. 10 على 10، تعالى نعمل رمل كده. في هنا مشكله، بيقول لك سيكوال سينتاكسي ايرور. سينتاكسي ايرور فين يا عم الحاج؟ تعالى كده نشوف هنا. طيب مشكلتك فين؟ incorrect كذا create. طيب انا شايف ايه اللي مزعلك؟ لو خدت ده كوبي بيست اهو، تعال نحطه هناك وعملنا سكيور. في مشكلة فين؟ تعال كده نعمل ده الأول دروب. طيب ده كرييت كومبليت. طب انت ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مزعلك؟ ما هو شغال اهو. طيب نراجع كده مع بعض سريعا. هو بيقول لك هنا ايه؟ لوكو بيز كذا. طيب خلينا نعمل ديت، نعملها فارس شار كده، نعملها فارس شار. مش اني فارس شار، برضه نفس المشكلة. طيب تعال نشوف المشكلة بسبب ايه. المشكلة هنا، المشكلة بسبب ايه؟ بسبب السيمي كولون ديت. تحط السيمي كولون هنا، هنا مفيش سيمي كولون، لأن الإند أنا بنهي الإيه؟ الكيوري. دي الكيوري بتاعتها إيه؟ حلو؟ بيجان وإند، إند هنا في السيمي كولون. حلو؟ إذا السيمي كولون اللي كانت هنا هي إيه؟ هي المشكلة. تعال نرن كده ونشوف، نتمنى يعني دي تكون مشكلة. الحمد لله 10 على 10. اذا عمل دروب وراح مكريت الايه؟ البوزيشن بتاعتي. عاوز تاكد انها اتكريتد، اعمل ريفرش اهي، هتلاقي فعلا موجوده 10 على 10. اذا هي متكريته، مفيش اي ايه؟ مفيش اي مشاكل. مفيش ايه؟ مفيش اي مشاكل. حلو قوي. هقول له جيت اد هول جيت كوميت داش ام، واقول له كرييت. هنجيبها هنا على طول، كرييت بروسيجر كذا. جيت بوش. والله انا يعني مش عارف اقول ايه، بس هو كويس اللي احنا وصلنا له زي الفل 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش هتحاول مش مفهومه، تواصل معايا، احسب لك لينك الفيسبوك واللينك اللي تحت في الديسكريبشن. واشوفكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.